ألقى الدول الاتحاد الأوروبي بثقلها الدبلوماسي وراء الاتفاق النووي الإيراني المترنح في محاولة لإنقاذه من الانهيار بفعل الضغط الأمريكي. وأصرت الكتلة المكونة من 28 دولة على أن التصرفات الإيرانية الأخيرة بتجاوز عتبة تخصيب اليورانيوم المحددة بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لا تؤدي بالضرورة إلى انهياره كاملا. أريد أن أكون واضحة أننا نرغب برؤية إيران تعود للالتزام الكامل كما حصل في السنوات السابقة، لكننا نلاحظ أنه من الناحية التقنية فإن كل الخطوات التي اتخذتها إيران يمكن التراجع عنها، لذا نأمل وندعو إيران للتراجع عن تلك الخطوات والعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق. وفي أول ردود الفعل انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين دفاع الاتحاد الأوروبي عن الاتفاق النووي مع إيران. وفي مقطع مسجل شبه موقف أوروبا إزاء الاتفاق بتسامحها مع النازيين قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية. الرد الأوروبي على الانتهاكات الإيرانية يذكرني بالاسترضاء الأوروبي للنازيين في الثلاثينيات. في ذاك الوقت أيضا كان هناك من أخفى رأسه بالرمال ولم يرى الخطر المقبل. يبدو أن هناك في أوروبا من لا يرغب بالاستيقاظ حتى تهبط صواريخ نووية إيرانية على الأراضي الأوروبية، لكن حينها سيكون الأوان قد فات. من جهته قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن إيران يمكنها العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل إبرام الاتفاق النووي. مستعدون للحوار، ولكن طهران تبدي استعدادها للتفاوض مع واشنطن، هو ما أكده الرئيس حسن روحاني، لكنه استعداد مشروط برفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 والتأكيد على حق تخصيب اليورانيوم على أراضيها بعد أن طالبت الإدارة الأمريكية بسلبه من الأساس. الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي كما نؤكد على ذلك، ونحن ملتزمون بالاتفاق بمقدار التزام الأطراف الأخرى، وسنقوم على أساس ذلك بتخفيض التزاماتنا. إعلان طهران عن فتح باب المفاوضات ليس الأول من نوعه، لكنها تفتح لواشنطن بغاية الحذر. قيادات في الحرس الثوري رأت أن التفاوض حول المنظومات الدفاعية خيانة للبلاد، وتحدث آخرون عن عدم وجود ثقة بالإدارة الأمريكية الحالية بعقد صفقة نووية ثانية بعد انسحابها من الأولى. مؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتفاوض مع الولايات المتحدة عن أمور خارج دائرة المفاوضات النووية، بل أن هي الولايات المتحدة كانت موجودة في مفاوضات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار الاتفاق النووي، وأن يعني أي مفاوضات قادمة هو يجب أن تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ويكون يعني منحصر فقط في موضوع الاتفاق النووي. لا مفاوضات خارج إطار الاتفاق النووي المبرم من وجهة نظر طهران. في المقابل تعلن واشنطن عن رغبة مماثلة للجلوس إلى طاولة الحوار، وفي الوقت نفسه تواصل تحشيد قواتها العسكرية في الخليج وتفرض مزيدا من العقوبات على الإيرانيين. رغم إعلان واشنطن وطهران أنهما لا تريدان حربا وتأكيد رغبتهما على التفاوض من حيث المبدأ، لكن المسافة بحسب مراقبين ما تزال بعيدة جدا، وطريق حلحلة الأزمة معقد، خاصة وأن كل واحدة منهما تبحث عن طاولة حوار وفقا لمقاساتها. ياسر مسعود، العربي، طهران. الآن ينضم إلينا من باريس الدكتور خلدون نبواني، أستاذ المحاضر في جامعة سوربون. دكتور خلدون، مرحبا بك. ما هي الفرص الحقيقية لنجاح دول الاتحاد الأوروبي في إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، أخذا بعين الاعتبار تصريحات مسؤولية الاتحاد وأيضا التصريحات الإيرانية التي استمعنا إليها في التقرير؟ أهلا بك وبالسادة المشاهدين. ربما قبل الإجابة على السؤال دعني أقول أن ليس لنتنياهو أن ينصح أوروبا، ونتمنى كما ورد على لسان المتحدثة باسم يعني منظمة الحقوق الأوروبية بأن أو الاتحاد الأوروبي أن يتم إزالة كل المشاريع النووية من منطقة الشرق الأوسط. إجابة على سؤالك، حقيقة الهامش الأوروبي ضعيف جدا وضيق جدا، ولا تستطيع أوروبا حقيقة
أن تفعل الشيء الكثير لإنقاذ الاتفاق النووي ولا لمساعدة إيران في أزمتها. اتفاق إنستكس بالأساس الذي لم يفعل للآن ولم يعمل به للآن رغم كثرة التصريحات يعني لا يطال سوى المواد الغذائية والأدوية، وبالتالي هو لن يعني ينقذ إيران من هذا الموقف فعليا. ولا أظن أن أوروبا ستجرؤ يعني على شراء النفط الإيراني خشية من العقوبات الأمريكية، هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الشركات الأوروبية الكبرى والمتوسطة والصغرى قد انسحبت من إيران، ولا تستطيع الحكومات أن تفرض عليها العودة، والوعود يعني إنقاذها من العقوبات الأمريكية لا تثق به هذه الشركات، وتريد الاستمرار في مصالحها الاقتصادية التي توجد بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية وليس في إيران. وبالتالي الهامش الأوروبي ضعيف متردد، لاحظنا تصريحات متناقضة في هذا المجال منذ فترة، وبالتالي أوروبا أيضا لا تقف في الوسط رغم ما يبدو من مساعي يعني وسعي من قبلها من أجل التوسط ما بين إيران وأمريكا. وشيء أخير، أن الزمن ليس واحدا بالنسبة لإيران والولايات المتحدة الأمريكية، أظن أن الزمن يعني ضيق جدا على إيران و طويل الأمد ورتيب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. نفهم أنك تقلل من فرص نجاح الاتحاد الأوروبي في هذه المساعي. أنا أضيف نقطة إلى ذلك وأريدك أن تجيبني، أين تضع ذلك التوتر الحاصل الآن في منطقة الخليج، وأيضا موضوع الناقلة الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، هل هذا من شأنه فعلا أن يزيد من صعوبة تحقيق أي تقدم في الموضوع النووي الإيراني؟ يعني دعنا نكون واضحين، الموضوع الإيراني على كبره والتركيز عليه بحيث يبدو وكأنه الموضوع المركزي الآن، هو أيضا جزء من مشروع آخر، هو تغيير ملامح الشرق الأوسط والشرق الأوسط الجديد. وهنا إيران يعني بتدخلاتها في المنطقة، بتوسعها، بمشاريع الهيمنة التي وطموحها في التوسع وأن تصبح بلد محوري مهيمن على المنطقة، كل ذلك يعيق هذا المشروع ويجعل إيران الآن في عين العاصفة. طبعا هناك يعني عملية مناورات من قبل الطرفين، هناك على ما يبدو وبشكل واضح عدم رغبة في الدخول في الحرب، وبالتالي الباب مفتوح على المفاوضات، لكن أمريكا لا تريد على ما يبدو يعني تخفيف العقوبات أو أن تفلت قبضتها التي تخنق بها الاقتصاد الإيراني، وإيران لا تستطيع حقيقة سوى القيام ببعض المناورات، وبالتالي لا تستطيع أوروبا هنا مساعدتها كثيرا في هذا المجال. الوقت يضيق على إيران بشكل قاس جدا، وبالتالي أوروبا يعني لا تستطيع أن تفعل شيء. شكرا جزيلا لك دكتور خالد نبواني، الأستاذ المحاضر في جامعة السوربون بباريس. موضوع الجهود الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي أثار ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي. زميلة مها رزق ترصد لنا تلك الردود. مها. نعم بدر، الملف الإيراني ومساعي احتواء الأزمة من قبل الأوروبيين أثارت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد إعلان طهران أنها ستعيد البرنامج النووي إلى ما كان عليه قبل 4 أعوام إذا لم يلتزم باقي الأطراف بتعهداتهم. وعلى هذا الموضوع علق محجوب الزويري مدير مركز دراسات الخليج وقال الملف النووي الإيراني يعود إلى العام 2003 حيث كانت لندن وباريس وبرلين تقود التفاوض مع طهران. الفرق الوحيد أن المنطقة والعالم تقدموا 16 عاما، سقطت فيها دول وأصبحت أخرى هشة، وتضاعف دور اللاعبين غير الحكوميين. وغرد أيضا ناصر زهير الكاتب المختص بشؤون الشرق الأوسط وقال إيران تهدد بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الاتفاق النووي. يبدو أن وساطة مبعوث ماكرون قد فشلت، والدول الأوروبية أصدرت بيانا لتقذف الكرة إلى ملعب الإيرانيين والأمريكيين، بمعنى أن لا يمكن لإيران أن
تبتز أوروبا ولا يمكن لأمريكا أن تعول على الأوروبيين لكبح تهور إيران. وغرد أيضا وانتقد الصحفي البريطاني أوين جونز تبعية السياسات البريطانية للإدارة الأمريكية وقال الحرب تلوح في الأفق مع إيران وحكومتنا البريطانية مستعدة للتحالف مع إدارة دونالد ترامب لإطلاق حمام الدم. وغرد أيضا الأكاديمي نيكولاس ميلر وقال في الواقع كان الهدف من الاتفاق النووي هو زيادة العراقيل أمام امتلاك إيران أسلحة نووية وكان الأمر ناجحا حتى انسحبت الولايات المتحدة. إن انهاء التعاون النووي المدني الذي يبقى البرنامج سلميا سيسهل على إيران الحصول على القنبلة ولن يصعبها. هذه أهم الردود الفعل. بدر عودة إليك. شكرا جزيلا لك وسنعود بعد قليل إليك مرة أخرى.